وشفنا بعظمة لسانه وشفنا مقاله وبقي الكلام المهم عن أسرار الملك، ملك البطولات، نادي القرن والدبلوماسية المصرية. الحقيقة تتويج أفريقيا واهتمامها واحتفائها بالنادي الأهلي نادي القرن العشرين في أفريقيا لقي وقتها إشادة وتثمين وتقدير واحتفال كل المؤسسات الدولة. الكل اهتم بحصول نادي مصري على هذا اللقب الرفيع. الأهلي لم يسعى إليه، الألقاب هي دايما التي تسعى إلى الأهلي. الأهلي ما رفعش يافطة وقال أنا بالعافية أنا نادي القرن، لا، الاتحاد الأفريقي هو اللي كرم النادي الأهلي ومنح الكابتن صالح سليم وسام القرن أو نادي القرن العشرين، هو ده النادي الأهلي. لكن الحقيقة المهندس عادل القيعي أهدانا وثيقة مهمة جدا عن احتفاء الدبلوماسية المصرية بنادي القرن. والحقيقة مش هنسب الفضل لنفسي. آه، احنا كنا اتكلمنا على ملابسات وكواليس مباراة الأهلي وريال مدريد. آه، اللي يعني كنا وقتها بنقول بطولة نص الدنيا. أيوه، بطل القرن في أوروبا مع بطل القرن في أفريقيا. لقيت اتصال من المهندس إبراهيم المعلم. يذكرني أنه كان رئيس اللجنة المنظمة لهذه المباراة وقتها، وأنه عنده من المستندات. الحقيقة لما ذكر لي المستندات دي وبعت لي ولسه هينقب ويبعت حاجات تانية صورة هذا الخطاب، ما عندكش فكرة. أنا قلت لا يمكن أن أنا ما شاركش جماهير الأهلي وجماهير مصر بشكل عام هذا الخطاب اللي هتقول لنا عليه. الأهلي لا انتظر جواب من وزارة التموين ولا علق يافطة، لكن جاءته وقتها الإشادة والتقدير من وزارة الخارجية المصرية. في الجواب اللي هتشوفوه قدام حضراتكم المرسل إلى السيد المهندس إبراهيم المعلم أمين الصندوق ورئيس لجنة احتفالات القرن بالنادي الأهلي. ده من مين يا جماعة؟ من وزارة الخارجية، ممهورا بتوقيع السيد أحمد ماهر السيد وزير الخارجية وقتها. قال السيد وزير الخارجية تحية طيبة وبعد: أتشرف بأن أتوجه إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ما حققه أبناء النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، نادي القرن في أفريقيا، من فوز تاريخي على نادي ريال مدريد نادي القرن في أوروبا. ويهمني هنا أن أشيد بالتنظيم الرائع للمباراة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك بالتفاني الذي ميز أداء الشباب المصري من أبناء النادي الأهلي خلال المباراة، وتفضل بقبول وافر الاحترام ولسيادتكم الشكر. أحمد ماهر السيد وزير الخارجية، ده اللي مرسل للنادي الأهلي في 5 أغسطس 2001. عايز أتوقف عند بعض النقاط هنا. أنت قلت أسرار الملك. أيوه، ما تيجي نتكلم شوية في بعض اللي تذكره من هذه الأسرار. تفضل. اولا وزير الخارجيه بيبعت لك هذا الخطاب ويذكر صراحه نادي القرن في افريقيا مع نادي القرن في اوروبا، يعني عشان اللي يقول لك ان ده كان ماتش ودي، لا، ده كان بهذه الصفه، والكاس المقدمه كانت بتقول هذا الكلام. أيوه، والناس ما كانتش جايه تهزر، كانت جايه تلعب مباراه على لقب. بالظبط، واحنا كسبنا هذا اللقب. بالظبط. الاستاذ ابراهيم المعلم لما تشوف العنوان ده بيذكرني بحاجة مهمة جدا وكويس. السيد المهندس إبراهيم المعلم أمين الصندوق ورئيس لجنة احتفالات نادي القرن. احتفالات نادي القرن اتعملت لجنة، هذه اللجنة قالت مجموعة من الحاجات إزاي نحتفل بمناسبة بتتكرر كل 100 سنة. إذا الموضوع جد مش هزار. أنت عارف إحنا احتفلنا بيه إزاي؟ سيبك من المباراة دي، سيبك من المباراة اللي اتعملت. احنا احتفلنا ان النادي الاهلي قرر ان يشارك الجماهير المصريه وليست جماهيره فقط هذه الفرحه، ان يكون مصدر فرحه في جميع محافظات مصر. فبدا بجوله من اسوان تنتهي بالاسكندريه بالاتوبيس، يتوقف مع في كل محافظه بالقطر، ويبدا احتفال تشارك فيه المحافظه برئيس المجلس بالمحافظ، برئيس المجلس المحلي، برئيس مجلس المدينه، بكل بنجوم الاهلي ابناء المحافظه هذه، بنجوم الاهلي ابناء المحافظه، بكل الثقافه والكالتشر بتاع المحافظه،
بيقدموا فولكلورهم الخاص بيهم، فنونهم الخاصة بيهم، ويشاركهم النادي الأهلي الاحتفالية بأن تروح مجموعة من قيادات النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي ونجومه المميزين يخوضوا هذه الجولة معهم. فكانت فرحة مش القطر كده واحدة واحدة لحد ما وصل اسكندرية. أعتقد أن هناك الكثير من المستندات اللي أرجو أنه يعني يتعب نفسه شوية أستاذ إبراهيم ويبعتها لي بصفتي يحتفظ بكثير من المستندات اللي عايزين نشارك بيها جماهيرنا. فتخيل بقى على مدى سنة، سنة احتفال استمر حوالي سنة، أنك تنزل تحتفل في المحافظات. طبعا الكريزة بتاعة هذه الاحتفالات كانت نادي القرن في أوروبا مع نادي القرن في أفريقيا، وشفنا الحلقة اللي فاتت الجواب اللي بعته رئيس نادي ريال مدريد وهو يندم على عدم تواجده، وبيقول إن لكابتن صالح لكابتن صالح لكابتن صالح بقى يقول أنا لما رجعت البعثة شفت من حوادثهم ان هم شافوا حفاوه عمرهم ما انبهروا ولا فرقه غير مسبوقه. نادي ريال مدريد العظيم بدي ستيفانو العبقري رئيس شرف النادي ورئيس البعثه، بزيدان وكل النجوم، بديل بوسكي وزيدان وجونزاليس وفيجو وروبرتو كارلوس وكل كل العظماء، ودي كانت اول مباراه لزيدان يلعبها ويقدم الى جمهور ريال مدريد والعالم، كانت مباراه النادي الاهلي. فكان يعني كل الظروف ان هي احنا هنجي لكم فول تيم. العقد اللي اتعمل يا استاذ ابراهيم يذكرني استاذ ابراهيم المعلم انه عقد يدرس، يعني انك انت بتذكر اسماء الفريق اللي هيجي يلعبك عشان الناس ما تجيبلكش البي تيم، عشان الناس ما يتكاسلش بعض نجوم الفريق، بتحطهم اسم 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 اسم، لدرجه انه قالوا وهنجيب لكم زيدان اللي لسه متعاقدين معاه ويكون اول ظهور له. هذا التعاقد يدرس. الحدث كان كبير جدا جدا جدا، والاستعداد له كان عظيم جدا جدا جدا. انا بس حبيت ادي الفضل لاصحابه واذكر الناس، ولكن هناك الكثير من الوثائق سوف نعرضها تباعا. هذه كانت قيمه نادي القرن لدى الدبلوماسيه المصريه، وماذا قالت وزارة الخارجية عن أداء الأهلي، عن احتفالية الأهلي، وعن تمثيل الأهلي لوطنه في هذه المناسبة التاريخية الكبيرة اللي زالت أصداءها مستمرة حتى الآن. كانت هذه أسرار الملك. انت هتنهي؟ تفضل. هتنهي؟ ده أنا كنت عايز أقول لك إن أنت صديق الشخصي حمدي زكي. المستشار الثقافي المصري. يعني دي وزارة الخارجية، طب وزارة في السياحة. في أسبانيا وقتها. وزارة السياحة. لما قال لنا وقال لك ان الجناح بتاع مصر كان في معرض دولي في اسبانيا، فجناح مصر اتحطت الصور بتاعت نادي ريال مدريد واتحطت الخرطوشات بتاعت البرديات باسماء النجوم، احنا ادينا لكل لاعب اسمه بالهيروغليفي على ورق برضي بالهيروغليفي، لا وكان في زي ميدالية تذكارية. كنت بتحاول تمضي زيدان بس قال لك انا مضيت خلاص صح؟ ده كان في الطيارة. فأنا عايز أقول لك يعني ال 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 الموضوع لا كان له تداعيات، فضل معانا وكلمنا مخصوص وقال لنا كان أكبر إقبال هو كان على الجناح بمناسبة هذه الزيارة، وكانت نقطة عرفت قطاع كبير جدا من المهتمين بالسياحة في أسبانيا بتأثير هذه المباراة على السياحة المصرية. دي قيمة الأهلي وده تقدير الدبلوماسية المصرية ووزارة السياحة المصرية للنادي الأهلي والأحداث الكبيرة اللي بيرعاها، ويبقى دائما وأبدا الأهلي القادر على إضاءة